يعني خلينا نعلق على الـ على الـ على الخبر وتحية كبيرة جدا لمنظومة الإعلام المصري كاملة وفي القلب منها قطاع الأخبار في شركة المتحدة والقنوات المصرية وفي مقدمتها القاهرة الإخبارية بما تبسه من تغطيات حية ولقاءات وتوجه قوي وواضح لدعم موقف مصر السياسي في القضية وإعلان ثوابت مصر أمام العالم كله بوضوح وبحسم وبصرامة شديدة جدا وجهد كبير الحقيقة مبذول يستحق كل التحية والتقدير من زملائنا ومقاتلينا في الصفوف الأمامية من الصحفيين والإعلاميين والمصورين والمراسلين لأن هم الحقيقة كتيبة مهمة جدا في فتح ما يجري وعدم دفن الحقيقة لأنه كانت كل مرة إسرائيل تتعرض للقطاع بهذا الشكل كان يتم دفن الحقائق صحيح من الموقف الآن مختلف من إعلام غربي متواطئ ومن إعلامهم ومن الروايات الكاذبة والأباطيل اللي بيتم ترويجها ويتم تلقفها من سياسيين وقادة في الغرب والآن الموقف مختلف القيادة السياسية موقفها واضح الإعلام المصري يعمل وفق خريطة وبرامج وتوجه واضح وبالتالي الحقائق على الأرض تنقل للعالم كله عبر شاشات الحقيقة هذه المنظومة ثانيا التواصل منصات التواصل الاجتماعي قامت بدور كبير جدا صحيح وتلقفت الفيديوهات واللقاءات وكذا وقامت بنشرها على نطاق واسع على إكس اللي هو تويتر سابقا وبالتالي أنا يعني كل التحية لكل العاملين في المنظومة وكل زملائنا في سواء في الأراضي المحتلة أو في غزة يغطون الأحداث.